أصدقائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد زعرب واليوم جيتكم بفيديو جديد. اليوم إن شاء الله راح نحكي عن القوانين اللي نزلت وتطبقت لعام 2023. طبعا مو بس نزلت أو مقترح، لا هي فعلا اتطبقت من بداية سنة 2023. أول قانون راح نحكي فيه هو قانون الطالب اللي راح يتدرب مع مدرب خاص، سواء كان بيتدرب على سيارة شخصية أو كان بيتدرب على شاحنة أو على باص أو على دراجة نارية، وهان لازم الطالب يكون معه إثبات شخصية مثل هوية أو جواز سفر أو أي شيء يثبت مين هو، وهذا الشيء ينطبق على التدريب مع مدرب خاص فقط ولا ينطبق على مدارس السياق. القانون الثاني هو قانون الغش في الاختبارات. أي شخص راح ينمسك في حالة غش سواء في اختبار النظري أو اختبار العملي راح يتسكر ملفه وينحرم من التقديم على الاختبارات لمدة من سنة لسنتين تقريبا حسب حالة الغش وموقفه القانوني. وهي القوانين مثل ما حكيت اتنفذت وتم تطبيقها من بداية سنة 2023. أتمنى تكونوا استفدتوا، ولا أتمنى أني أشوف حدا منكم بيوم من هالأيام ينطبق عليه قانون من هالقوانين. لا تنسوني من دعواتكم.